احنا طالعين من اجتماع في احد المولات وجايين نكمل اجتماعنا هنا. الف هلا الف هلا. بس خمس دقائق. الله يعطيكم العافيه. بسم الله. هلا هاوي حنانك. هلا والله. معليش اسمي وفريد. هلا بجرح الخنجر. سم. هذا خنجر ولا معك سعد زمن؟ بعد قلبي. سعد ايش؟ تكفى. سعد زمن. يا حبيبي يا حبيبي. قرب. يا هلا بكم. هلا. هلا من خوي الليل. هلا والله. اشتري بس اجتماعنا ونجيكم الله يطول بالك. مسفر شويه. مسفر عنده اجتماع بليش. تقدر تروح يعني ترى عادي. تبي تروح ولا لدغك؟ الله يمسيكم حبايبي. هلا هلا. الله يمسيك بالخير. من معي؟ نبدا من عند اخ سلام. معكم اخوكم. عادي عادي ما في شيء. اقول يخرب بيتك يا زين. اسمي سادح نملة. عيني عليك. الاسم مرة جميل. معكم الرتبة الغرامية قائد قوة الغرام. الله يسعدك. يا هلا بك. قائد قوة الغرام. أنا الموكل عنهم. قوة الغرام. نعم قوة الغرام. الله يسعدك. يا هلا بك. تفضل. إياكم معكم قفل المشاعر. قفل المشاعر. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. معك الأحزان. هو فعلا غريق وسط شمالك. معكم ساهر الليل. هو واضح حبيبي. اخوكم وفيت حتى توفيت. الله. كلام كلام. الله كثير انت وافي كثير والله. الله يسلمك. بابا اسمك. حبيبي معك سعد زمن. الله. حبايبي كيف كان اجتماعنا في المول؟ مرة حلو اللي عند سوق الذهب. اي نعم. جدا عظيم الصراحة. انا شفت الاخ سلمان اشتراه. الاخ سادح نملة. اوكي الاسم احاول اني اطلع بألبق الصور صراحة. الله يسلمك. احاول اكثر بعالي الاسم سادح نملة. ونقول صارحيني. صارحيني. من هو انا بدنيتك. من هو بدنيتك. جاوبيني من كنت فعلا منيتك. الله. كنت فعلا منيتك. صارحيني. من هو انا بدنيتك. من هو انا بدنيتك. جاوبيني. يا الخطب. جاوبيني. إن كنت فعلا منيتك. إن كنت فعلا منيتك. لا ارجع يا فادح نملة. اوكي طبعا احب اول شيء اواسيكم. اواسيكم بخصوص ارتفاع اسعار الذهب الفترة هذه. يعني صعب شغلنا الصراحة. انا ما اقدر ابيع. انا ابي اكسب زباين. لكن الموضوع صار صعب خصوصا يعني القفل جنبي قفل الاحزان. احس بالموضوع في حاله بيع. تفضل. لا لا يعني لا اكثر من مره احنا نتمشى في هذيك المناطق وخاصه الاسواق الشعبيه الجديده. هم بعد يا شباب احنا تضررنا انا والاخ بيع الكوابرس. ليش؟ طاح سعرها الحين. شوفوا يا شباب صراحه يعني فيها مديرة أعمال حابة تمسك شغلي. شوف الرسائل. لا ما يحتاج. ترن 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 ترن. الرسائل النصية كثير يا شباب. الحمد لله عندي. تسوي ميوتي. صمت. المهم فالمديرة الأعمال حابة تمسك. هي صراحة تاجرة وحابة تمسك أعمالي. عارف أنا راح تحصل وراي ملايين. بس أنا رفضت صراحة وعطيت ساعد زمن لأن المواقيت عنده كويسة جدا. أنا كيف أسعار الساعات أخوي؟ حتى توفي. الله الله. صراحة تمشيت بالقرية الشعبية الصد. كنت مخرج ولا كنت تشتري تبيع؟ مو طبيعي. اسلم ترى قلبي تعبان. اسلم بديتك. هذا اللي يدخل على الحليب. حقتي. يلا تصير هذا اللي دخل. صراحه على قولت الشباب سعر الذهب هناك انا بغيت استاجر لي 20 محل. صراحه تشتري ذهب وتروح بس ما يلا ما ادري ترى مديرة اعمالي قالت اشتري ذهب كثير. لا هذا مو اللي كاسر في الذهب يا شباب. هذا اللي يدخل محل الذهب بعد الساعه 12. استاذ سعد زمن. استاذ سعد زمن انا اعرف انك يعني الصراحه تهدي الذهب ما تشتريه من الكرم. انا اهدي ساعات رولكس.
بانتوم. أتوقع كان سبب ارتفاع الساعات كون الساعات كلها في يدك فصار انقطاع بالسوق. نعم أنا الحقيقة انخذلت كثير ترى من مدير أعمال ولا من مدير أعمال بس بس وش علاقتها أستاذ بالساعات يعني لو تشوف لأن يخذلني الوقت. الوقت خداع. الوقت خداع. نعم الله كلام كبير من راس كبير. أقصد حنملة وش قصة النملة؟ النملة النملة كانت سبب كبير بإني أنطق بهالاسم خصوصاً إني حطيته في الماسنجر بتاعي. هي اللي حركت مشاعرك؟ مو بس حركت مشاعري، دخلت في قلبي وقرصتني يا جماعة. عطتني قرصة في قلبي. كنت في شارع التحلي أمشي ومشت على قلبي نملة 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 تمشي تمشي تشبه له بالضبط. وقرصتني. والهجر تشبي بقى عندك تدور لي عذاب وين الصبر الصبر جرحي عميق والقلب فيه دم غريق تبغى الصبر ولا من وين الصبر لا تقول لا تعتذر جرحا تقول ان الاغاني والجمال يا صبر ولا من الصبر. شكرا لكم على الاستماع مره مفيد مره مفيد الله يعطيكم العافيه مشينا نشارككم. شكرا لكل من حضر في هذا الاجتماع ان شاء الله بنشوف لنا مول ثاني نروح نشتغل فيه مشينا يلا توكلنا على الله على اجل الحضور يلا اسواق حجاب يا شباب اسواق حجاب مشينا مشينا اي اي والله الدق والله مدخل الدور مشعل سم سم هذا السين فوق اسعد لي قلبك جربتها لا لا والله تفضل اسمك باتشينو سعد زمن ايه مشينا خلنا ناخذنا كوب قهوه من شارع التحليه تعال تعال اوكي صوره جماعيه حبايبي صوره جماعيه بدون ما نانانا لا 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 يا حبيبي تعال تعال مشعل دقيقة صوركم جيب الكاميرا جيب الكاميرا عندك جيب حلا واحد دقيقة صديقنا وينه بديت السكسوك أنا يا لو سمحت يعني حدودك ها حدودك من هو يا شباب يا شباب دقيقنا ذا سعد زمن تعال يا قفل تعال جرحي عميق القلب ذي دمه غريق وتبغى الصبر ويلا من وين الصبر مهما تقول لا تعتذر مهما تقول من الأغاني والجمل ما يحتمل قلبي فدية جبر الألم يمشي معك درب الندم ما يحتمل يكفي عليك لا يلدغ لا يلدغ يا شباب توكلنا على الله مشينا مشينا هلا ما يلدغ وين قفل تعال يا قفل يلا مشينا سعد لي قلبك نسري نسري يا محروم ألفا يقول ذا أجلدغه أجلدغك الحين ها أجلدغك تبي لا علمني أنت تبيني أجلدغ تراني أسمع أنا ما في أحد لا لا يا شباب لا تحاولون تذبون علينا ها ترى بجلدغ يلا سلام لا
ما قال شيء؟ لا لا سعد لي قلبك على وجهي توفيت والله ساعة ساعة حزن شو اسمه ساعة زمن خذلتني قفل الشوق ما شفت ابهرني من هو من هو ساعة زمن في زلف الحزن صح انا قلت حبي المفروض النواب دخل في الموضوع اجواك خلديه والله انت وياه اولني والله والله كان تزبل فكره العيال يجيك ايردروب الحين والله حبيت الفكره صدق شوف 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 بلا شوف جلسته شوف جلسته مستمر شوف جلسته نواف 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 ناقصه كوبرا بس بس ودي ان كل واحد منهم غنى الخال مثل هادي صدق حبيبي يا نواف صدق كان في اسماء زي كذا حبيت انت توفيت ايوه يا رجال واجد كفل الشوق جهرت ياسمين الدغ الدغ انت خليك شغال لد كم مرة دخلت على الحريم بالغلط؟ أنا سلمان كم مرة دخلت على الحريم بالغلط؟ سلمان سلمان يا سلمان لا لا بدري أنت استعجلت